وعلى حالة الجو. خلونا بقى من حالة الجو نروح لحالة المرور، ومعانا سيادة النقيب رأفت نجم مشرف بغرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة. صباح الورد عليك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير طبعا على سيادة وجميع السادة المستمعين والمشاهدين، إن شاء الله كل عام وعلى الجميع إن شاء الله بخير، إن شاء الله يعني شهر إن شاء الله خير وبركات إن شاء الله على الجميع بإذن الله. آمين يا رب. عايزين نطمن بقى على أخبار المرور النهاردة في القاهرة، لانه يعني طبعا اكيد حاله الجو بيكون ليها علاقه دايما بالمرور. هل الناس بقى تتحرك او تنزل من بيوتها، ولا يلتزموا البيوت افضل؟ لا ان شاء الله تم ان شاء الله، والحمد لله تم وضع خطه بالفعل بالنسبه اولا لدرجات ارتفاع درجات الحراره وخصوصا على الكباري. تم توزيع بالنسبه لبرج باقي والاوناش بالفعل على كافه محاور كوبري اكتوبر وكوبري ايضا عباس والجامعه، وايضا على كافه المحاور مع داخل القاهره. بالنسبه لباقي حتى الان يوم السبت بالفعل ما هو معلومه لحضرتك بالنسبه لكثافات المروريه والليله بالفعل على اغلب المحاور الحمد لله حتى الان ما فيش اي اختناقات مروريه او كثافات مروريه على بعض المحاور. ايضا الاعمال اللي كانت على كوبري اكتوبر اعمال اصلاح فواصل القادم من الجيزه منطقه خلف الاجهزه ما بعد اعلى العباسيه المنتجه لمدينه نصر الحمد لله تم الانتهاء الساعه 1:30 مساء، والحمد لله تم عوده الحاله المروريه حاليا. المحور اكتوبر حاليا مرضي تماما القادم من الجيزه وايضا المتجه. ايضا مداخل القاهره الحمد لله ما زالت سرعه عاليه حاليا في الاتجاهين قادم من السويس ايضا وقادم من الاسماعيليه مع مطلع كوبري التعمير دون اي تجميع. مداخل القاهره من القلبيه مع مكه كوبري شبرا العلوي الحمد لله، وحتى منطقه الاعمال امامي على الكاميرا الحمد لله ما فيش اي تجميع منطقه الاعمال منطقه معهد ناصر. التحويلات ما زالت قائمه ان شاء الله بالنسبه لمنزل كوبري ابو وكه عدم استكمال حتى الخلفاوي البديل مع شارع سعد الدين وشارع بين المدارس. تمام سياده النقيب، صباح الورد على حضرتك مره ثانيه. نعم فندم، بقول لحضرتك صباح الورد على حضرتك مره ثانيه. صباح الخير. رمضان خلاص زي ما بنقول يعني بعد بكره، كل سنه وحضرتك طيب والامه العربيه والاسلاميه بخير يا رب. هل عاملين اي خطط امنيه، خطط مروريه علشان يعني تجنبا لاي بقى زحام او اي حاجه اول شهر رمضان، اول يوم في شهر رمضان؟ بالفعل ده خطه تم وضعها بالفعل من معرفه السيد المساعد مدير امن العاصمه والسيد اللواء علاء الدين مدير الاداره العامه لمرور القاهره. بالفعل تم وضع خطه بالفعل هيتم تعزيز كافه الخدمات على كافه التقاطعات على مستوى القاهره بسبب الضباط، وتم تعزيز بالفعل جميع الساده الضباط، يعني نسبه ان شاء الله الساده الضباط اللي متواجدين حاليا هتتضاعف ان شاء الله، لان جميع ضباط التراخيص هيبقوا معانا في الشوارع، وايضا الساده الضباط في الاداريه وجميع الادارات هيكون الجميع ان شاء الله اعتبار من الساعه 1 حتى الساعه 7 ومن 8 حتى الساعه 12 بالليل ان شاء الله. بالنسبه للمناطق التجاريه مناطق محور الازهر العتبه ان شاء الله ايضا تم تعزيز الخدمات دي بالفعل، وعندنا الحمد لله دورات راكبه اللي هي قوات التدخل السريع في حاله وجود اي اختناقات مروريه في اي منطقه داخل القاهره او مع المداخل او مع المخارج يتم الدفع بدورات راكبه على الفور درجات بخاريه احد اسرات صحبه سياده الامناء بسرعه التنسيق على الجهاز الداخلي لفك الاختناقات المكان اللي هيتم الاختار بيه على الفور. دي تعليمات مستديمه وان شاء الله بطمن الجميع بالفعل يا فندم التعليمات وتم التدريب عليها بالفعل، تم وضع خطه بالفعل وان شاء الله هيكون ان شاء الله حاله مرضيه على كافه المحاور، وان شاء الله هيكون ما فيش اي اختناقات مروريه قبل الفطار وايضا ان شاء الله بعد الفطار طبعا. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا سياده النقيب رأفت نجم مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه لمرور القاهره. طبعا انا ما سالتش على الرقم لان انا لازم هقول الرقم. يعني كنت لسه هنسال على الرقم بعد كده قلت يعني خلاص هنقوله نوفر على سياده النقيب لانه برده قال لنا على كل الطرق ويعني وصف لنا برده ايه الاماكن الزحمه والاماكن اللي هقول انت الرقم العادي وانا اقول المختص. طيب الرقم العادي رقم شكاوى المرور في حاله وجود اي تجاوزات او اي مخالفات او اي كثافات مروريه في اي مكان تقدروا تتصلوا ب 011 456 44. اما الرقم المختصر فهو 136. تحس احنا بنعمل اعلان معلش ما احنا لازم ننفع الناس برضو لان طيب يعني 011 456 44 او 136 ده لو لا قدر الله في حوادث، في مشاكل امنيه، في مشاكل مروريه. طبعا الدنيا اليومين اللي قبل رمضان دول زي ما مره كانت بتقول كده في اول الحلقه ان الناس بتفتكر فجاه رمضان ان رمضان ده جه بعد بكره او يعني خلاص قدامه يومين ويجي، فالدنيا بتبقى زحمه جدا، فاي مشاكل اتصلوا على الارقام دي.